أتقدم بالعزاء إلى مولانا صاحب العصر والزمان برحيل هذه الكوكبة من الشهداء، ونتقدم بالعزاء إلى أهاليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الصبر ويمن عليهم بالسكينة والراحة، فالمصاب جلل. وهؤلاء الشباب قضوا أعمارهم في السجون بعد ملاحقات كثيرة، نالوا الشهادة بوسام كبير، وهو الفوز عند الله سبحانه وتعالى والرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهاليهم جميعا بالصبر، وأن يوفقنا جميعا للثبات على هذا الطريق والسير على نهجهم في الدفاع عن حقوق حقوق المواطنين الشيعة في الجزيرة العربية، والدفاع عن مطالبهم، لأنهم قضوا في هذا الطريق في سبيل الدفاع عن كرامتهم والدفاع عن عزتهم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن حياة أهل البيت عليهم السلام وأتباع أهل البيت مليئة بالمحن والمصائب، محفوفة بالمخاطر، فهي سلسلة متواصلة من الألم والعذاب والمعاناة والجهاد. فكلما سقط شهيد قام أعداؤهم بإسقاط شهيد آخر، وكلما ودعوا كوكبة من خيرة الفتية قتل أعداؤهم كوكبة أخرى. وإذا انتهت محنة نبتت على أثرها محنة أخرى، وإذا التأمت جراحات جدت جراحات أخرى. والسبب في ذلك يعود في النهج الأصيل الذي سلكه أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم طوال التاريخ الإسلامي في الدفاع عن الحق والدفاع عن المستضعفين ومنع المسيرة من الانحراف، فأصبحوا شوكة في عيون الأعداء وخصومهم ورادعا لهم أمام ظلمهم وطغيانهم. والصراع مستمر بين جبهتين، جبهة الحق وجبهة الباطل. ونحن نعيش في زمن نرى فيه عزة المؤمنين وانتصاراتهم وحضورهم في جميع الساحات، فقد أثبتت قوى المقاومة ومحورها وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية قدرتهم في الدفاع عن عزتهم وكرامتهم وإفشال مخططات أمريكا والصهاينة وعملائهم في الهيمنة على المنطقة وسلب قرارها السياسي وسلب مقدراتها. فمن مشروع الفتنة الطائفية منذ انتصار الثورة الإسلامية إلى منع انتشار الفكر الإسلامي الأصيل، إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير، إلى تأسيس دولة داعش تحت مسمى الدولة الإسلامية، إلى ضرب محور المقاومة والسعي لاحتلال العتبات المقدسة، إلى صفقة القرن الذي يراد منها الاعتراف بالكيان الصهيوني وتشريد الشعب الفلسطيني. فكل هذه المؤامرات سقطت وفشلت بفضل الله سبحانه وتعالى ووحدة كلمة محور المقاومة تحت قيادة ولي الفقيه. لقد كان النظام السعودي دور كبير في دعم مخططات الاستكبار في المنطقة وتمويلها،
بل وتشجيع تلك الدول بضرب جبهة الحق ومحور المقاومة، وفي المقابل يتم التغطية على جرائم النظام السعودي ودعم بقاء حكم آل سعود وغض النظر عن انتهاكاته اللا إنسانية. إن تاريخ النظام السعودي تاريخ دموي إرهابي مليء بالجرائم وسفك الأرواح ونشر الفتن في العالم الإسلامي، فسفكه للدماء لا يتوقف عند زمان معين ولا عند حدود جغرافية. إنه إرهاب تكفيري منظم عابر للحدود والبلدان متوغل في الوحشية، حيث لم يسلم شعب حر من جرائم هذه النظام من جرائم هذا النظام وفتنه، ولم يسلم بلد حر من مكائد هذا النظام وإشعال الحروب فيها وتدميرها وتقسيمها. تاريخ النظام السعودي تاريخ مليء بالخيانات لقضايا الأمة الإسلامية ووحدتها، وعلى رأسها قضية فلسطين وشعبه. فمن كامب ديفيد إلى صفقة القرن التي تعترف بالكيان الصهيوني الغاصب، إلى تشريد الشعب الفلسطيني وإضعاف مقاومة الفصائل الفلسطينية، إلى محاربة محور المقاومة وإدانة المقاومة الإسلامية في لبنان للدفاع عن كرامته وأراضيه. لقد أصبح هذا النظام أداة ضمن المخطط الأمريكي الصهيوني في العالم الإسلامي، بل هو جزء من المثلث أمريكا الصهيونية السعودية. النظام السعودي هو المسؤول عن مأساة الشعب اليمني المظلوم الذي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى ومئات الآلاف من المشردين، إضافة إلى تدمير المدارس والمساجد والمقابر والبنية التحتية لليمن، حيث دمروا البشر والحجر. هذا النظام هو المسؤول عن تأسيس الفكر التكفيري المتشدد وإنشاء الحركات التكفيرية الإرهابية ليمارس دور الفتنة والخيانة في تدمير الدول والشعوب الحرة. بتشكيل مجاميع تكفيرية تحت عنوان الجهاد وحركة القاعدة وطالبان وبعدها داعش، إلى تشكيل حركات بأسماء جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. لقد ارتكب النظام السعودي مجزرة جديدة بحق شيعة البلاد وبالخصوص القطيف والأحساء، فقد أراق دماء موالي ومحبي أهل البيت عليهم السلام، لا جرم لهم إلا إيمانهم بحقية انتمائهم لمذهبهم ومطالبهم الحقوقية كمواطنين، كوقف فتاوى التكفير والتحريض على الشيعة ومعاملتهم بالتساوي مع بقية المواطنين، ورفض التمييز الطائفي والإفراج عن سجناء الرأي والحرية. ويمكن القول أن هذا الإجرام دليل إفلاس النظام وضعفه وقرب زواله، حيث يستعيض عن ذلك بتشديد القبضة الأمنية وإنزال أشد العقوبات بحق المطالبين بالإصلاحات والتغييرات وحرية الرأي. فقد تخفي هذه الممارسات الدموية بعض الأصوات المعارضة، ولكنها لن تستطيع إسكاتها. إن استغلال عنوان الإرهاب لتنفيذ هذه الأحكام لن يستطيع إخفاء الحقائق. نحن نعيش صمتا دوليا متآمرا على حقوق الشعوب المظلومة، فلغة الابتزاز المالي هي السائدة. ويمكن القول بأن أبعاد هذه الجريمة التي ارتكبها النظام السعودي يريد أن يوصل 4 رسائل. الرسالة الأولى باتجاه الشيعة في المنطقة، بأن على الشيعة أن يلتفتوا بأنهم لا أمل لهم بأي محور خارج حدود بلادهم. هذا الإجراء أو هذه المجزرة الدموية التي ارتكبها محمد بن سلمان، هذا الجزار الدموي الوحشي، يريد أن يسكت كل صوت شيعي في البلاد بأن لا محيص لكم ولا أمل لكم بالخارج ولا بأي محور خارج البلاد، فما عليكم إلا الرضوخ والقبول بأبسط الحقوق التي منحناكم إياها. كل هذه الأمور هي بعنوان منحة وهدية
مبادرة من الملك لا هو حق من حقوق المواطنين. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية التي يريد أن يوصلها محمد بن سلمان إلى المواطنين عامة، سنة أو شيعة، كل من لديه نية المعارضة أو الاعتراض على ممارسة محمد بن سلمان وسياسته في المنطقة فمصيره مصير هؤلاء: السجن، التعذيب، القتل، الإعدام والتبعيد، وإن كان سياسة التبعيد لم تجرى إلى الآن أو لم يقوم النظام بإعمالها في بلادنا، أما في البحرين فقد أعملوا سياسة التبعيد كوسيلة لإسكات صوت المعارضين. هذا في الداخل. وأما في الخارج هناك رسالتان أيضا. الرسالة الأولى هو استفزاز محور المقاومة بأن الوجود الشيعي في هذه المناطق لا يمكن التعويل عليه، فبالتالي سوف يقومون بضرب الشيعة بأسهل ما يمكن استفزازا لمحور المقاومة، لعلمهم بأن المقاومة قد أو محور المقاومة قد لن تأخذ أي إجراء في قبال هذه الممارسات وهذه الاستفزازات. الرسالة الرابعة هي الرسالة للعالم بأننا نحن حيث أعدموا هؤلاء بعد تفجيرات سريلانكا الذي اتهم فيها أنه أو تبنتها القاعدة، وأحد أو مجموعة من المتورطين في تلك التفجيرات هم سعوديون ومتهمون بالإرهاب. فهذه الرسالة هي رسالة أننا نحن مع العالم لمواجهة الإرهاب، وهؤلاء الشيعة أيضا هم من الإرهابيين وسينالون الجزاء. فتحت هذا الغطاء يريد النظام أن يبيض ساحته بأنه مع محاربة الإرهاب، وهؤلاء الشيعة بالخصوص هم إرهابيون. طبعا من أعدموا يوم أمس حسب بيان وزارة الداخلية 37 شخصا، 4 منهم ليسوا ضمن قائمة الحراك الشعبي. خب تعلمون بأن الحراك الشعبي في بلادنا انطلق في عام 2011 واستمر، وقد وجه بأساليب وحشية كما تعلمون. عادة الدول المتحضرة أو الدول التي تحترم شعوبها وتحترم المواطنين لتفريق تلك المظاهرات أو المطالبات أو المطالبين بالإصلاحات يواجهون إما بالعصي أو بالغازات المسيلة للدموع. أما النظام السعودي فقد تجاوز هذه الأساليب واستخدم الرصاص المباشر لقتل المتظاهرين، ولا يطلقون النار حتى يجرحون الأطراف أو المتظاهرين بأرجلهم، بل يوجهون الأسلحة في صدور الشباب وعلى رؤوسهم حتى يردونهم قتلا. فأسلوب النظام السعودي في هذا المجال هو قتل كل صوت يعترض على سياسة محمد بن سلمان. إذن هذا الحراك، عدد الشهداء الذين أعدموا في هذا يوم أمس 22 شخص، طبعا قسم منهم لم يبلغ الحلم سن القانوني اللي هو 18 سنة، عمره 16 سنة 17 سنة. هذا 22 شخص من ضمن الذين أعدموا بالأمس المشاركين في الحراك بتهمة أنهم شاركوا للإخلال بالأمن والهجوم على بعض الأماكن الأمنية. هذه تهم واهية وتهم كيدية وجهت إليهم تحت الإكراه وتحت التعذيب. هذه المجموعة الأولى التي وهي المجموعة الثانية بما يعرف بخلية الكفاءات أو مجموعة الكفاءات. مجموعة الكفاءات هي مجموعة من المواطنين اتهموا بأنهم يعملون لنظام الجمهورية الإسلامية بعنوان عملاء، اتهموا زورا. هناك ملابسات، قسم من المشايخ الذين كانوا في جدة وفي مكة بحكم علاقاتهم الدينية وبحكم ارتباطهم بالوكالات الشرعية فكان لديهم ارتباط مع بعض المشايخ وبعض العلماء الذين يأتون من إيران بحكم الفتاوى بحكم الأموال الشرعية، اتهموا زورا وعدوانا بأنهم عملاء للجمهورية الإسلامية. عدد هؤلاء 11 شخصا. طبعا المحكوم في خلية الكفاءات بحكم الإعدام 15 شخص، أعدم منهم أمس 11 شخص
فقط. بقي أربعة أشخاص منهم حكم يعني حكم عليهم بالإعدام، ولكن إلى الآن تنفيذ الحكم لم يتم. بقي أربعة من المجموعة التي أعدمت، حسب التحقيق هناك ثلاثة سنة وواحد منهم شيعي اسمه من عائلته من بيت العمري، متهم بأنه قام مع خالد التويجري اللي هو أحد الأربعة بالهجوم على خالد التويجري. لديه خال ضابط أمني لواء، يعني رتبته لواء في الجهاز الأمني، وقرابته من خالد يعتبر خاله، أقدموا على استدراجه وتم تصوير وتم نحره. القام بالعملية هو هذا الشخص العمري، متهم بهذا العمل ومتهم بعمل آخر بتصفية أحد ضباط الجهاز المباحث في القصيم وبريدة. هذه المجزرة في أبعادها هي مجزرة مأساوية ومجزرة مؤلمة بحق شيعة أهل البيت سلام الله عليهم في المنطقة. هذا العدد الكبير 33 شخص في يوم واحد يعدموا، لا شك أنها تهز القلوب، خصوصا مع منع النظام أهاليهم وذويهم من إقامة الفاتحة على أرواحهم بشكل رسمي، حيث تم إمضاءهم على أوراق بعدم المطالبة بجثثهم وعدم إقامة مجالس العزاء على أرواحهم. لكن الأهالي تجاوزوا هذا وأقاموا تلك يعني حسب هذه الليلة أو البارحة في بيوتهم الخاصة، حيث دعوا الشيعة لفتحوا أبوابهم لاستقبال التعازي. هذه المجزرة لا شك أنه ستعطينا درسا بأن النظام السعودي ليس عازما على الإصلاح بشكل حقيقي. ما يعلنه في وسائل الإعلام بأنه عازم على الانفتاح وعازم على الإصلاح وعازم على الانفتاح على الشيعة، هذه كلها عناوين براقة يستهدف بها استقطاب رضا الغرب بأنه رجل المرحلة ورجل الانفتاح ورجل الإصلاح. لهذا وفق هو بخطواته عندما اعتقل كبار الشخصيات في البلاد، على سواء كانوا من العائلة السعودية أو خارج العائلة السعودية، أراد أن يثبت للعالم أنه رجل الإصلاح ومحارب للفساد. لكن هذه الممارسات سقطت وكشف عنها القناع بقتلهم لجمال خاشفجي، ولكن بما أنه هذا النظام مغطى إعلاميا ومغطى أمنيا من جهة أمريكا، فلا يمكن إدانة هذا النظام ولا يمكن التعويل على المنظمات الحقوقية ولا على المنظمات الإنسانية، لأن ما حدث في اليمن أكبر دليل بأن تلك المجازر التي حدثت في اليمن وتلك الدماء التي أريقت في اليمن لم تستطع لا منظمة دولية ولا منظمة إنسانية ولا الأمم المتحدة أن تقف بوجه هذا الوحشية وهذا الإجرام وهذه المجازر التي حدثت في اليمن. فما بالك أنها سوف تقف في مقابل إدانة النظام باستشهاد هؤلاء؟ كلا. فالنظام نظام دموي وحشي لن يتوقف، خصوصا مع هذا الدعم الكبير من أمريكا. في رسالة خاصة بحكم وجود بعض الجهات الفصائل العراقية في هذا المحفل الكريم، بأنه حبذا أو ننصح أو نطالب بأنه ما دام هناك تفاوضات بين الحكومة العراقية أو بعض الشخصيات السياسية مع هذا النظام، وما سمعته قبل أيام بأنه رئيس المجلس أو البرلمان العراقي قام بالإفراج عن مجموعة كبيرة من الإرهابيين المتورطين بإراقة دماء الشعب العراقي في العراق، قام بإطلاق سراحهم ويمكن تسليهم للنظام السعودي. النظام السعودي في مقابل هذا الإجراء قام بإعدام 32 شيعي بكل بساطة وبكل برودة. فنتمنى من تلك الشخصيات العراقية والفصائل العراقية
بأخذ هذا الموضوع على محمل الجد في الدفاع عن حقوق الشيعة في هذه المنطقة، بأنهم كما تدافع أو يعمل النظام السعودي على الإفراج عن هؤلاء الإرهابيين المتورطين، نتمنى منهم أن يعملوا ضغطا أيضا للإفراج عن الشيعة المحكومين في بلادنا، خصوصا المحكومين بالمؤبد والمحكومين بالإعدام. آخر أو في الختام، رغم كل هذه الجراح وكل هذه المحن، فهناك رجال لله عقدوا العزم على المضي في هذا الطريق رغبة وعشقا للقاء الله وأداء التكليف الملقى على عواتقهم. لن تثنيهم تلك الجرائم والمجازر، ولن ترهبهم تلك الممارسات، فالمسيرة مستمرة ولن تتوقف بإذن الله ما دامت الروح الثورية والإخلاص لله والبصيرة موجودة في نفوس الأحرار. تغمد الله الشهداء برحمته وأسكنهم فسيح جناته في أعلى عليين مع الأنبياء والصديقين، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق ويعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.